اعترافات إيمان. أقر أني أستطيع أن أفعل كل شيء بقوة الروح التي تعمل في بقوة. هذه القوة تعمل في كل يوم لتصنع تغييرات في عالمي وفي حياة الآخرين. في اسم يسوع، لدي عقلية الكلمة، أنا أرفض أن أرى حدود أو مستحيلات، لأن كلمة الرب قد خلقت بداخلي إيمان لإدراك الإمكانيات المتاحة لي ولأفكر مثل الله. هذا هو شهر امتدادي، أمتد في كل جانب وأتعاظم بقوة الروح. أنا مبارك من الرب، لست فقط مبارك بل أنا حزمة من البركات التي تتحرك في كل مكان. كل شيء تمتد إليه يدي يتبارك، وكل شخص يتواصل معي يستقبل بركات الرب، لأن بركات الرب على حياتي تفيض على كل شيء وكل شخص حولي. أنا مسؤول وغير مسموح أن يحدث شيء في حياتي بدون علمي وسماحيتي. مجداً لله.